صباح الخير عليكم، تبارك الله عليكم، كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم، كلشي بخير الحمد لله. الان حنا كنتوجهوا في طريق ديال زكزل بين جبال بليسناسن، غادي ناخذكم ان شاء الله في واحد الرحله هنايا، رحله صباحيه وسط جبال بليسناسن، طريق ديال زكزل. نشوفوا الاجواء كي دايره، ويلا كي خرجنا من مدينه بركان كما كتشوفوا الضباب تبارك الله، هذا الصبح هذا ضباب، الله يرحمنا بالشتاء يا رب العالمين، الى ندفع ان شاء الله يكون العام زين. اذا خوتي دائما البارطاج والاشتراك في القناه باش ان شاء الله يوصلكم دائما الجديد. غادي ناخذكم ان شاء الله في واحد الجوله خفيفه وسط جبال بليسناسن، وسط الطبيعه، وسط الاجواء كما كتشوفوا الاجواء زوينه تبارك الله. هذا الصباح هذا المزاح راه ينور تبارك الله، نتمنى الله يكون عام زين. الطريق ديال زكزل تبارك الله وسط الجبال، وسط الطبيعة، وسط أجواء زوينة ما شاء الله. إذن هذه هي طريق ديال زكزل، إن شاء الله حنا غادي نزل إن شاء الله باش نشوفوا الأجواء كي دايرة. وأكيد أكيد أنا الجو زوين تبارك الله هذا الصباح هذا، يعني نادرا نادرا ما كيكون الجو بحال هكذا ديال الضباب، ويكون الجو زوين، ويكون قطرة الندى كطيح كما كتشوفوا تبارك الله، يعني هادشي ممتاز. اللهم بارك، الحمد لله على خيرة البلاد، المزاحة وينور الحمد لله. الدعوة راه تخطر تبارك الله بعد هاد الرؤية هادي الأخيرة، الحمد لله راه كاين الربيع، كاين الجو زوين، كاين تبارك الله كما كتشوفوا، يعني يا سلام. هكذا كنتمناو بلادنا تكون دائما خضراء، دائما منورة تبارك الله، السلم والسلام والأمن وكل شيء بخير تبارك الله. يعني بلادنا تبارك الله فيها خير، تفوغات، زكزل، عيد المور، أبو شاقور، الشرعة، أكليب، شويحية تبارك الله، كل بلاصة تمسك بلاصة العظيم. الحمد لله خيرات البلاد، هالتشين، هالبطاطا، هال الحمد لله، كل شيء طبيعي، كل شيء بيو، يعني نادرا ما تلقى هذا الشيء هذا في شي بلاصه اخرى، سيرتو لاوروبا، راه اوروبا راكم عارفين، يعني كل شيء السلوفان، كل شيء ماشي طبيعي، كل شيء الحمد لله. البلاد ديالنا تبارك الله فيها الطبيعه، فيها الاجواء زوينه ما شاء الله. خصنا شويه ديال الشتيوه تبارك الله، وخصنا عاود كذلك شويه ديال فرص الشغل، توفير فرص الشغل. بطبيعه الحال الشباب راه عاطل على العمل، كاين اللي قرا وريض، كاين اللي يعني كاين اللي كما كتشوفوا كاين ما يسيبش خدمه، كاين اللي خصنا توفير شي مصيبة الشغل باش كيوفروا الشباب هذا الشغل هذا، باش ما يتعطاوش المقدرات، وتعطاو عاود كذلك الهجرة، وتعطاو يعني. هذه هي الجولة ديالنا الصباحية بطبيعة الحال، يعني جولة ممتعة برفقتكم انتوما ولكم المقدرات ديالكم السوينين. بطبيعة الحال الناس اللي توحشوا المنطقة ديال زكزل يكون متعاوننا، هيا الشمس بدات كتبان، حنا كنا قلعنا قبل ما تطلع الشمس، الشمس هي بدات كتبان تبارك الله كما كتشوفوا، يعني الجو زوين اللهم بارك. نشوفوا المساحة عاود كي داير، المساحة راه يبان لي راه ينور تبارك الله، الله يرحمنا يا رب العالمين. واحد الريح راه يصوت تبارك الله، شويه بالعشوم، وخلص شويه بالزعتر وكليو وداك الشيء تعرف ولا. يا سلام يا سلام يا سلام، يا الحياة كي دايرة تبارك الله، يعني تستحق الزيارة هذه المنطقة هذه، وتستحق قيد التحية معها. شو زوين، يا سلام، الطبيعة تبارك الله، والعشوة زوينة، والشمال تبارك الله، سبحان الله العظيم، الحمد لله سبحان الله العظيم. شوف
حتى كتبان الله الله الله. صباح الخير، صباح الأصدقاء الكرام. شو زوين تبارك الله، والله العظيم ما قوت، يعني شي حاجة اللي زوينة تبارك الله. الله 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 أكبر. الجبال بزنس دوار إقدين، دوار إقدين، تحياتي دوار إقدين، سكان دوار إقدين، تحياتي الناس تقربوس، تحياتي الناس معبورة. كما كتشوفوا الجيران في التربة، يعني الشارع كيشكل خطر على المواطنين اللي كيفوتوا منا. حذاري حذاري، طريق السكسل كما كتشوفوا تبارك الله هي عريضة واسعة، لكن بعض المرات كيكون الجيران في التربة، يعني كيشكل خطر على المارة. حنا الآن دابا دوار سيدي مسعود، تحياتي لدوار سيدي مسعود، حدا المسجد. دوار ولاد الشاعر، تحياتي لدوار ولاد الشاعر والسكان المنطقة، السكان الأصليون لمنطقة بنزناس، الجبال بنزناس، راهم يقلعو النحل، يقلعو العسل، منطقة غنية تعرف العسل وكلشي ديال المزاح، يعني شكون ما يعرفش زكسل، زكسل يا زكسل، اللي ما يعرفش زكسل راه عادت مسكين على الناس. تحياتي الناس في إسبانيا وفرنسا، راهم حاضرين معنا بقوة، يعني متتبعين أوفياء ناس الغربة، ناس الجالية. ناس الجالية جالية، عجبونا الأوروا الخوت، حركونا الاقتصاد. الريح مباراة تغزة موجودة على الطريق، حذاري حذاري، الجيران في التربة، طريق ديال السكسل. شوف شوف تبارك الله، الحمد لله رب العالمين. مصطفى راه مبلع، جينا نديرو شي برادة هنايا، راه مبلع بس من الحاوي تا هو راه مبلع.